هذا الكتاب يعد يعني مرتكزا هاما لكشف حقيقة هذه التنظيمات وهذه الجماعات، وهذا ما موجود أن نوضحه في الدقائق التي نلقي فيها الضوء على الشغل. والحقيقة احنا جئنا لمعالجة قضية هامة تشغل الوطن العربي كله والعالم الإسلامي كله، وهو خطوات الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة وبخاصة التي تتسطى بعباءة الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مكاسب خاصة. هذا الكتاب الذي هو محل المحاضرة كتاب الصواب يعد كتابا هاما في هذا الباب في كشف حقيقة هذه الجماعات وأنها لا تعمل لصالح أوطانها ولا تعمل حتى ولا خدمة لدينها، وإنما هي تتاجر بالدين لمكاسب شخصية وحزبية وفئوية. نحتاج إلى كتب، إلى محاضرات، إلى ندوات، إلى خطط، إلى دروس، إلى معارض، إلى منتديات، إلى أعمال ثقافية وحتى إلى أعمال إبداعية تكشف حقيقة هذا الداء، لأن هذا الداء وهذه الجماعات المتطرفة تسلك وسائل متعددة في خداع الشباب وخداع الناس، فينبغي أن تكون المواجهة شاملة ثقافيا ودينيا وفكريا ومن كل الجوانب إن شاء الله.